أنت حر ما لم تضر، صح؟ أيوة صح، أنت حر ما لم تضر. طول ما أنت ما بتعملش اللي يضر حد قصاد مصلحتك فأنت حر. يعني ما تروحش تركن عربيتك صف تاني وتقفل على واحد وتقول لي أنا حر، لا مش حر. والأستاذ اللي بيصور الناس من غير استئذان وتيجي تتكلم معاه يقول لك أنا حر، لا مش حر. وانت يا ستي ما تضايقيش جارتك بتصرفاتك وأسلوبك وتقولي والله أنا حرة، لا مش حرة. وانت يا عم وانت يا بيه، الحرية لها حدود، والحدود دي هي اللي هتخليك تتحرك من غير ما تضر حد. إذا أردت الحرية فاحترم حدود غيرك. تحياتي يحيى شاهين.